السلام عليكم. اولا كنشكروا من هاد المنبر كنشكركم على هاد الدعوه. احمد الرواني مدرب ديال اتحاد لالا ميمونه، كيف كتعرفوا فريق يعني حديث العهد، ولكن الحمد لله هذا العام كيبصم على نتائج مهمه، ولكن ما نساوش بانه كاينين رجال اللي وراه. من هذا المنبر كنشكروا رئيس المجلس الجماعي اتحاد لالا ميمونه، المكتب المسير، والجمهور اللي في الحقيقه جمهور شغوف واللي كيحب النتائج لهاد الناس. وكيف شفتوا اليوم المقابله دارت في واحد الجو اخوي يعني بين الفريقين، وكنشكر الاخوان ديال التيفلت، لا لاعبين ولا مسيرين ولا جمهور، على حفاوه الاستقبال وعلى يعني كيفاش استقبلونا هاد الاخوان. كنتمناو ان شاء الله انه الدورات اللي باقا دوز مقابلات في جو رياضي. احنا ان شاء الله ما عندناش خيار الا النتائج اللي بقاو تتدد المقابلات، خصنا ان شاء الله الانتصار. علاش؟ على اساس ان شاء الله باش نوصلوا لمقابله السد. ان شاء الله هذا هو الهدف الاول ديالنا، وان شاء الله من نوصلوا لمقابله السد غيبقى الهدف الثاني ان شاء الله اللي هو الصعود. وعلاش لا؟ ان شاء الله مادام كنتوفروا على فريق، على لاعبين اللي في الحقيقه اليوم بينوا زادوا حفزوني اكثر على المستوى اللي ظهروا به من القتاليه داخل الملعب، ولا على الانضباط التكتيكي داخل الملعب. وكنتمنى ان شاء الله التوفيق لفريق لالا ميمونه والصعود ان شاء الله.